ملف إصلاح البكالوريا يعود لأجندة وزارة التربية الوطنية والنقابات آخر اجتماع للطرفين اليوم بثانوية الرياضيات بالعاصمة للحسم في مقترح تقليص أيام البكالوريا إلى 3 أيام. هو الاجتماع الأخير في نقولها في عهدنا اقترحوا إلى معالي الوزيرة التي هي بدورها ثاني ترفعها للوزير الأول. كيف أنا قلنا بأن رانا في حالة استعجالية لازم نكملوا مع هذا الملف. الآن حان الوقت للتطبيق ما جاء في اللقاءات اللي درناهم، والهدف الأساسي أن يكون البكالوريا في مكان 5 أيام يكون 3 أيام. وزارة التربية الوطنية التي تعمل على إيجاد الصيغة النهائية لمقترح البكالوريا في 3 أيام من أجل طرحه على مجلس الوزراء للفصل فيه وتطبيقه بداية من دورة بكالوريا 2019. تروح معالي الوزيرة في جوية هذا تقترحه على مجلس الوزراء. لماذا؟ لكي نطبق هذا التنظيم الجديد لامتحان البكالوريا في الدورة المقبلة 2019 إن شاء الله. المصادقة على مقترح تنظيم البكالوريا بصيغتها الجديدة ستكون له إيجابيات ليس فقط على التلاميذ لكن حتى من جانب التكلفة لهذا الامتحان المصيري.